السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لن تصدق ما وجده مواطن جزائري في منطقة زنونة بمدينة اليشير بولاية برج بوريريج، وثار حيرة الجزائريين. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. نشر أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثق فيه لحظة عثوره على حيوان متوحش ومفترس وهو جثة همدة، وتعتبر الحادثة الأولى من نوعها في الجزائر، خاصة وأن هذا الحيوان لا يعيش في غابتنا. وقال مختص في هذا المجال أن هذا الحيوان يعتقد أنه أنثى لأسد بربري والذي يعيش في شمال إفريقيا، وتم رميها بعد نفوقها في إحدى المحميات أو المنازل، والله أعلم.